والآن مع أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. السيد عبد الحفيظ يمثل الأهلي في الاجتماع الفني لمباراة مونانا. الأخبار، باسم علي وحمودي يشاركان في التدريبات الجماعية عقب مباراة مونانا. الوفد، البدري، الجمهور هو اللاعب الأول في كل بطولات وإنجازات الأهلي. الوطن سبورت، كاف، الأهلي ينحي انتصاراته المحلية قبل مواجهة مونانا. وفي الشروق، فحص طبي لحسام غالي لتحديد فترة غيابه عن الملاعب. اليوم السابع، الأهلي يرسم اليوم خطة إسقاط مونانا في ضربة البداية بدوري الأبطال. فيتو، الأهلي يختبر محمد هاني طبيا قبل المران الجماعي. الميدان، أيوب، البدري كشف ثغرات مونانا الجابوني. رياض 24، جلسة خاصة بين حسام البدري وشناوي قبل مواجهة بطل الجابون. الأهلي.com، حسام البدري، السعيد وفتحي سيجددان تعاقدهما. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، دمتم في أمان الله.